يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا شديدة الحرارة نهارا مائلة للحرارة ليلا، وهناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. فيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 41، الصغرى 28، الإسكندرية 33 24، مطروح 35 23، بورسعيد 33 23، إسماعيلية 42 24 وجوها حار. بالنسبة للسويس 41 26، العريش 36 18، طابة 35 24، شرم الشيخ 39 27، الغردقة 39 27 وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 45 27، أسوان 45 28، الوادي الجديد 44 27، شلاتين 38 25، حلايب 34 24 وجوها أيضا شديد الحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.